أعزائي المشاهدين متابعي موقع وصفحة تحيا مصر، مساء الخير جميعا عليكم. احنا النهاردة متواجدين هنا في رحاب محافظة قنا بجوار مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، في يعني المكان ومقام الشيخ سليمان والشهير بأبو الشجرة. يعني الشيخ سليمان له شجرة شهيرة جدا هنا في محافظة قنا، يأتي إليها الآلاف من جميع المحافظات كل يوم خميس وجمعة هنا، يعني لي يعني مباركات كثيرة هنا في محافظة قنا. زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين، يعني احنا متواجدين هنا في يعني بجوار الشجرة للشيخ سليمان، والشجرة دي لها بركات كثيرة كما يقولون احفاد الشيخ سليمان ومحبين الشيخ سليمان. الشيخ سليمان له شجرة شهيرة جدا هنا في محافظة قنا، يعني عمرها ما يقرب 500 عام. يعني المتظلم يأتي إلى الشجرة، يعني اللي عايز يتجوز يأتي إلى الشجرة، المحسود يأتي إلى الشجرة ويقوم بدق المسمار. زي ما انتم شايفين أعزائي المشاهدين، ده دق المسمار هنا في يعني في المظلوم. وكمان يعني العريس والعروسة اللي بيكون يوم جوازه بيأتي هنا في زي ما انتم شايفين أمام حضراتكم، يعني بيعمل يعني اسمه واسم العروسة والعريس اللي هم لا يعني يعني اللي هيكون جوازهم. يعني زي ما انتم شايفين امام حضراتكم ده مصطفى ورحاب، ده بيتم كتابه الاسم هنا بجوار شجره الشيخ سليمان الشهير بابو الشجره. دي اللي امام حضراتكم اللي هي بتكتب امام حضراتكم، دي عروسه النهارده الحنه بتاعتها، وكمان هيكون يعني الجواز بتاعها بكره اللي هي ليله الدخله كما يقولون في الصعيد. يعني هي امام حضراتكم بتكتب اسمها واسم جوزها مصطفى ورحاب. خليكم معانا اعزائي المشاهدين، برضه هنتكلم يعني هي بتكتب برضه كمان تاريخ الجواز. خليكم معانا هنتكلم مع الشيخ رمضان. يعني الشيخ رمضان كل سنه طيب، عايزينك تكلمنا عن شجره الشيخ سليمان الشهير بابو الشجره. لماذا سميت يعني لماذا سمي بابو الشجره؟ ابو الشجره عشان موجوده الشجره في المقام. موجوده الشجره في المقام، تمام. من قبل 500 سنه. من قبل 500 سنه. موجوده في المقام عشان كده سميها بابو الشجره. حاجه ثانيه. حتى لو ناخذ لفتها لما تاجي، تمام. يعني يمكن يعني عايزك تورينا شيخ رمضان برضو اللفه بتاعتها برضو وانت بتلفها. يعني زي ما انتم شايفين ده شكل الشجرة أعزائي المشاهدين، يعني شجرة كبيرة جدا وعمرها غريب جدا جدا جدا. يعني الشيخ رمضان بيتكلم معاه اللي هو ده اللي عاوز يتزوج او عاوز يتزوج يبقى ياخد اللفة دي، تمام. ياخد اللفه دي يا شيخ رمضان. يعني زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين الشيخ رمضان بيلف اللفه اللي بيلفوها المتزوجين. لو كان للزواج يبقى انت هتكمل كده. تمام. شايفين ده شكل اللفه اللي بيلفها الشيخ رمضان هنا، دي للزواج يا شيخ رمضان، دي للظهر لو انت بتعاني من الم. تمام. اذا كان المظلوم برضه يلف اللفه دي يجي كده ويطلع كده، تمام. الاول كانت دق المسامير. الاول ايه شهر رمضان يعني؟ دق المسامير. دق المسامير ده ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كلمنا عن العادات. العادات ان هم يدق سبع مسامير. سبع مسامير في نادرتين موجودين، صحباتهم موجودين قاعدين كده، تمام. هو ظلم مع زوجته، واحد جفت له مع زوجته قال زوجتك ما تعمل كذا وكذا وكذا، تمام. وهو راجل اتجه لي انا قلت له والله نحن نروح ندق سبع مسامير. يعني لما يكون حد زوجته حد لو مخ زلمك في حاجه مثلا، تمام، زلمه فروح دق ست مسامير مش سبع. ست مسامير عشان رؤيه في المنام. ان هو جاني الشيخ سليمان هو موجود الحي لله. قال اللي جاني قال دق ست مسامير، جينا قلنا ست مسامير فعلا، تمام. دق السابع وراح جاله اللي كان يفتنه
هو اللي جاء له وياه مبسوط من على مستكر تمام. وقال له انا معلش انا قلت كذا وكذا وكذا مرتك بريئه تمام. هو لو ما خزر لو هو اساس تحور وراح ضرب مرته في الحال كان مين اللي خسر؟ فان اللي خسر هو. لكن بالاساسي مين جاب له البراءه؟ مين؟ الشيخ سليمان. الشيخ سليمان دي اعزائي المشاهدين يعني دي وقائع بيحكيها الشيخ رمضان يعني المتواجد دايما بجوار هنا يعني شجرة الشيخ سليمان وكمان بئر الشيخ السعدني. يعني هو بيحكي لنا وقائع لناس جات ضجت مسامير. طبعا المكان هنا متواجد هنا بجوار مقام سيدي عبد الرحيم القنائي. وكمان يعني شيخ رمضان ايه الحياة الثانية اللي بيعملوها الثانية؟ يعني المسامير للزواج وبيلف السبع لفات. امال ايه؟ للمظلوم. الزواج السبع لفات حوالين الشجرة اذا كان مريض في اي حاجه تحت السيارة ويلف كده تمام. ما خزر لغايه ما في اخت لينا برضو الزلمه في سرقه جينا حتى لقينا المقام مقفول تمام في السجره من برا وباينين تمام الان وتبرعت ثاني يوم برضو فيها موجوده برضو. طيب بالنسبه للحنه اللي انا شفتها دلوقتي يعني دي اعزائي المشاهدين لسه عادات برضو هنا متواجده هنا في مقام الشيخ منذ قليل. ده عريس وعروسه مصطفى ورحاب. يعني العريس والعروسه لما بيبقوا مقبلين على الزواج وكمان يوم الحنه بتاعتهم ويوم الدخله بييجوا يكتبوا اساميهم هنا بجوار الشيخ سليمان. يعني يعني زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين هي كاتبه مصطفى ورحاب وده تاريخ الزواج 20/10/2023. ومنذ قليل اعزائي المشاهدين يعني انا قد تحدثت معكم مع يعني العروسه وهي كانت بتكتب امام حضراتكم على الحيط اسمها واسم زوجها وتاريخ الزواج. خليكم برضو معانا وبنتكلم على الشجره وشكل الشجره تمام. ويعني تفاصيل كثيرة تحدث معنا عليها الشيخ رمضان يعني المجاور لمقام وشجرة الشيخ سليمان الشهير بأبو الشجرة. لماذا سمي بأبو الشجرة؟ إن الشجرة كبيرة وعمل شجرة شهيرة هنا زرعها في المقام بتاعه عمرها ما يقرب 500 عام. طيب يا شيخ رمضان يعني أنت قلت لنا على المتزوج اللي عايز يتجوز المظلوم يعني زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين ده شكل الزغاريق امام حضراتكم يعني وهم بيزغرطوا العريس والعروسه بعد ما هي بتيجي الخميس والجمعه. الجمعه من كل اسبوع الخميس والجمعه تمام من الصبح لغايه العشاء. ده شكل الزغاريق ويمكن انتم سامعين اعزائي المشاهدين في يعني في اللايف يعني سامعين صوت الزغاريق بعد ما العروسه هنا بتاتي بجوار شجره الشيخ سليمان وبعد ما تكتب على الحيط وبتحني بتزغرت الزغاريق اللي انتم شايفينها. يعني كلمنا شيخ رمضان عن المولد بتاع الشيخ سليمان بيبقى انت شعبان مع سيد عبد الرحيم. مع سيد عبد الرحيم هنا في الجبانه مع سيد عبد الرحيم كله هنا في الجبانه مع سيد عبد الرحيم بتبتدي من اول يوم لغايه 15 من اول يوم 15. لكن في مديح بيبتدي من العصر الاول لحد المغرب كل جمعه تمام. طيب عايزين تكلمنا برضو يا شيخ رمضان عن الناس اللي بتشكك على الشجره وبركات الشجره. والله اللي عاوز يشكك يجي من كتاب رب الحجر تمام فيها رب الحجر يعني احنا مش احنا طالعين على فطره من زمان من جدود جدنا تمام يعني دي فطره فطره اخذنا عليها من اعتقد ابو الحجر شفاه رب الحجر شفاه رب مدام واحد اعتقد شاف قدام عنده. وانت يا شيخ رمضان انت برضو شاهد على الوقائع يعني كلمنا برضو عن الوقائع اللي انت شفتها قدامك حصلت حقيقيه. وهي المقاومه اثنين تحت المسامير وايه ثاني؟ المسامير والزواج واللي مؤاخذه برضه لو ما اللي كان ظهره ما يقدرش يتحرك خالص لما جبناه من هنا وعدى من هنا برضه ما شاء الله ما شاء الله كويس كويس هو اعتقد فيه لهم ما يشاؤون قال كده لما قالش كده ايوه لهم ما يشاؤون نعم ما يشاؤون عند ربهم. يعني بنشكرك يا شيخ رمضان وخليكم معانا اعزائي المشاهدين هنشوف برضه الاسماء بتاعت المتزوجين دي لسه دلوقتي اهو التاريخ قدام حضراتكم 20/10/2023
ده صوت الزغاريد امام حضراتكم مصطفى ورحاب، ده فرحهم النهارده الحنه وبكره الدخله. يعني بنشوف امام حضراتكم برضو كتابه المتزوجين، يعني ده برضو شكل قديم شروق ويوسف 13/3/2023. وبنشوف امام حضراتكم الحنه اللي بتتكتب، لان الناس هنا يعني بيجي هو يعني اللي بتيجي تكتب في زواجها هنا بتبقى جات قبل كده وتمنت على يعني الزواج. وده شكل يعني اللي امام حضراتكم احنا بنشوفه، يعني برضو زي ما انتم شايفين ده مريم وغريب. يعني اعزائي المشاهدين، انت لوحدك بتيجي ولا لا؟ انا وعيلتي كلها. تمام، بتيجي كل وعيال عمامي كلنا. قبل الحنه ولا بعد الحنه؟ لا زي ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين احنا بنعرض لحضراتكم كل التفاصيل وكل الوقائع الامام حضراتكم. ده شكل الشجرة وده المقام بتاع الشيخ سليمان المتواجد هنا في محافظة قنا. انا بشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين متابعي موقع صفحة تحيا مصر على هذه المتابعة. واحنا برضو بنشوف دي العرايس وهم ماشيين امام حضراتكم، وده شكل يعني هي عملت شكل الام اللي هو مصطفى العريس، والار اللي هو رحاب 2010. يعني كما قالت العروسة ان هي جات قبل كده هنا وتمنت الزواج، لكن اللي يعني اللي بيجي يتجوز برضه من العادات والتقاليد بيجي هنا في مقام الشيخ سليمان وبيكتب اسمه واسم زوجته، او هي بتكتب اسمها واسم زوجها وتاريخ الزواج. ده لسه امام حضراتكم دلوقتي على طول، يعني عروسها جات هنا لان فرحها النهارده الحنة وبكرة الدخلة. ونشكر حضراتكم، ويعني هنا من مقام الشيخ سليمان الشهير بأبو الشجرة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين متابعي موقع صفحة تحيا مصر.